السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم المحاضرة راح تكون على الفومتنج. أتوقع احنا أخذنا جزء من عندها، بس راح نعيدها مرة ثانية لأنه مهمة كلش. تعرفون أنتم صف ثالث، الهيستوري مطلوب من عندكم، لازم تعرفون ديتيل أوف ذا هيستوري. أخذنا البين، أخذنا الدايريا، واليوم الفومتنج، وباقي السبتم المفروض كل ذولي كومن سبتم موجودين، خصوصا الباطنية والجراحة وكل كل البرانشات تقريبا. واكو سبتم سبيشال تو سيرتن برانشز، يعني واحد عنده مثلا جوينت بين، عنده هيدك نيورولوجي، عنده نزل ابستراكشن مثلا اي ان تي، مريض عنده اير بين، هذا يخص الاي ان تي. راح اعطيكم اياهم ذول الابروتشات ان شاء الله بكل ماده راح تاخذوها، يعني حسب السيستم اللي تاخذوه. بس ركزني على ذول لان مهمين لكم بالهيستوري تيكينج، يعني حياتكم العمليه، يعني صف ثالث رابع كلش كمان بالمديسن والسيرجري. يمكن اخذنا تعريفات النوزيا، مهمات النوزيا والفوميتنج. الريجرجيتيشن هم مهم. نوزيا هو ان بليزنت سبجكتيف سنسيشن، معظم الناس يحسون به، نحس انه يعني احنا نقول عليه بالعاميه اريد ازوع او نفس العبانه. زين، هو بالحقيقه في ناتشرال ديفنس ميكانيزم، يعني سنسيشن موجود الله عز وجل خالق بينا. بالديفلوبمنت مال خلينا نقول الانيمالز ان جنرال، اوكي، شعور النوزيا والفوميتنج موجود تو بروتكت ذا انيمال فروم توكسينز، اوكي. هذا فايلوجينيتيكلي يسموه، يعني بالديفلوبمنت مال الانيمالز. وتعرفون الهيومن بينج هو اكثر الانيمالز ديفلوبمنت، فموجود شعور النوزيا. والكل من عندنا اكيد يعني صار عنده في يوم جاسترايتس، يعني النشل اللي يعني ذا موست كومن كوز اوف نوزيا اند فومتنج، يمكن راح تشوفوا بحياتكم العمليه، اللي هو الفيروس، يعني التهابات الفيروسيه والبكتيريا، بالذات البكتيريا التوكسين، خاصه هسه جانا فصل الصيف، الاكل يعني تلاقي الكهرباء تنقطع بالمطاعم كذا، فالستاف يعني تلاقي جود انفايرمنت التمبرتشر و يعني تسمم، نسميه تسمم الغذائي. يعني ريتشنج اللي هو هذا واحد ديلي يزوع، خلينا نقول عليه هو ماسكولار اكتيفيتي، ذاك النوزيا جاست فيلينج، ما بي اي ماسكولار اكتيفيتي. الريتشنج هو ماسكولار اكتيفيتي اوف ذا ابدومين اند ثوركس، اوفن فولنتري، يعني تقدر تقطعها انت، يعني من واحد مثلا يريد يزوع يقدر يسيطر على روحه بالبدايه، ها بالبدايه قبل الاكت اوف ريل فوميتنج، اوكي، يعني lead to forced inspiration against the closed mouth and the glottis. اوكي، بدون ما يطلع شيء، يعني هذا under voluntary control. اوكي، اما الفوميتنج بحد ذاته هو partially voluntary و partially involuntary، هو تعريفه forceful expelling of gastric or intestinal content through the mouth. اوكي، هذا تعريف الفوميتنج. اوكي، ريجرجيتيشن شنو هو؟ ذاك طبعا بي ماسكولار كونتراكشن، فوميتنج كونتراكشن اوف ابدومين اند ثوراسيك مسل، وحتى الانتستاين الجاستريك الستومك كونتراكشن، فد سيفير كونتراكشن، يعني بحيث يعني الانسان كان اكسبل هيز جاستريك اور سم تايم، يعني intestinal content through the mouth. أما regurgitation يصير عند معظمنا وخاصة عند الأطفال، هذا لا، هذا ما بي muscular، ما بي skeletal muscle contraction، just a smooth muscle contraction، هو effortless return of esophageal or gastric content into the mouth. And ما بي nausea، ما بي involuntary muscular، يعني skeletal muscle contraction، بس smooth muscle يصير يعني return of gastric content to the mouth. موجود عند الأطفال أكثر، وبالأدلت المفروض عندنا الكاردياك سفينكتر تمنع الريجيتيشن، بس أكو حالات مرضية. إحنا هواي عندنا مرضى يجون يشكون مثلا من throat problem، يعني مشكلة بالبلعوم، خلينا نقول
هواي يطلع السبب مالتها انه regurgitation of gastric acid to the throat يسوي لنا chronic pharyngitis. كلش هواي كمان طبعا زائد ان سموكينج هم the most common cause of chronic pharyngitis. هاي عندنا احنا بالي انتي بس هيك كهنت يعني. rumination هو food that is هذا بالانيمال موجود اوكي، هذا ما موجود عند الهيومن بينج بس كتعريف اعطيكم اياه هيك يعني. هذا الحيوان الاشترار يعني، الحيوان يشتري الاكل مالته اي 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 هضمه يعني يسوي ذا تشوينج وبعدين يبلع مره ثانيه. هذا ما موجود عند الهيومن بينج اوكي. هسه ذنات اللي همكم هو vomiting is a reflex mechanism which causes forceful expulsion of gastric content through the mouth. اوكي associated with anti-peristaltic movement of the GIT tract. هاي الزبده يعني مو بس السكريتال مسل حتى الجي اي تي تراكت تصير تتحرك بالعكس، يعني بدل ما الموفمنت فروم ذا نورمال بيريستالسز مثلا الاسفاجس يعني بروبيل ذا فود توورد ذا ستومك، الستومك كونتراكشن توورد ذا دودنم، دودنم توورد ذا جوجنم، جوجنم اليوم، اليوم الكولون. هسه يصير بالعكس اوكي، الكونتراكشن مال السموث مسل اوف ذا جي اي تي. ولهذا احد الادويه اللي تستخدم فور مانجمنت اوف فوميتنج اذا قارين الادويه مال الفوميتنج يعني الانتي ايميتيك ايجنت، طبعا اميسيز الفوميتنج يسموه باللغه اللاتينيه اميسيز، الانتي ايميتيك ايجنت راح تلاقون في شيء يسموه بروكاينتيك. زين شنو المفروض نسميه انتي ايميتيك اوكي؟ ليش بروكاينتيك؟ بروكاينتيك هو يصلح الانتي بيريستالتيك movement of the GIT اللي صارت during the action of vomiting. فتقسم الانتيماتيك نقسمها بالمانجمنت اوف vomiting راح تلاقون مكتوب انتي بروكاينتيك اللي هم الميتوكلوبرامايد والدومبريدون، وراح تلاقون شيء مكتوب عليه انتيماتيك ذاك لا ذاك يوخر الشعور مال vomiting، الشعور مال النوزيا اللي عندك موجود. البروكاينتيك ما له علاقه بموضوع النوزيا يعني مو شغله هاير سنتر، لا البروكاينتيك يشتغلون على البريستالتيك اكتيفيتي اوف ذا جي اي تي تراكت اوكي. طيب نجي على البيولوجي او خلينا نقول الفيزيولوجي، لان النوزيا والفوميتنج هو مو موجود بس بالهيومن بينج، موجود حتى بالانيمالز اوكي. فهي بروتكتيف استراتيجي اجينست فود بويزنينج، هاي قلنا evolutionary reflex okay. طبعا very complex physiological process او biological process okay. لها علاقه بكل sensory input من ال smell olfactory tract الى التست الى حتى ال vision كلها تعطيك شعور ممكن النوزيا والفوميتنج اوكي. الفوميتنج along with diarrhea بالمناسبة هاي شغلة كلش مهمة تعرفوها، انه الفوميتنج والدايريا الاسهال والزواع اول شيء هم سبتم يعني عرض مال امراض مو مرض بحد ذاته، فلا تروح تعالج الفوميتنج انه خلاص هذا مرض عنده زواع مشخص شنو يعني ليش. اولا الشغلة الثانية هم ديفنس ميكانيزم يخلصون البادي فروم توكسيك سبستانس اوكي، هذا primarily وهذا هو الموست كومن كوز راح اشوفه. احنا قلنا viral and toxic توكسين بكتيريال توكسين موجود بالاكل، فبالتالي هم beneficial لنا اوكي. ولهذا معظم الاحيان احنا خاصه موضوع الدايريا الاسهال ما نريد نوقفها، صح نعوض المريض فلويد لانه هيز لوزينج فلويد، بس خليها تطلع التوكسيك سبستانس الموجوده بالجي اي تي تراكت اوكي. واكو شغله يعني انتم بعدكم ما ماخذيها، دائما المريض من عنده يصير يعني توكسيك يعني مثلا اكله فد اكله بها توكسينز صار عنده ابدومينال بين بطنه توجع وكذا، بس يصير دايريا يعني ورا يوم او ورا ساعات يرتاح لان خلص تخلص من التوكسيك سبستانس اللي دخلت الجي اي تي تراكت اوكي. موجود بكل الفرتبريت بكل الفقريات. بعض الحيوانات ما بيها، الفئران والجرذان والخنازير البريه يمكن ما بيها اوكي، الله اعلم ليش يعني هم الله عز وجل خالقهم بهالطريقه يعني اوكي.
نيجي على موضوع انه الفومتنج، عرفنا الفومتنج هو ماسكولار اكتيفيتي اوف ذا سكريتال ماسل، يعني الجي اي تي ابدومينال ماسل والتشست ماسل وياها انتي باريستالتيك. نعيد مره ثانيه، انتي باريستالتيك موفمنت اوف ذا جي اي تي تراكت. اوكي، النوزيا شنو هو؟ النوزيا فيلينج، شعور، هو افيرسيف نون فولنتري ان بليزنت اور ان، هاي معنى كلمه افيرسيف، هي نون فولنتري ان بليزنت اور ان وونتد. شنو هي؟ اكسبيرينس اور سنسيشن. شنو يعني؟ شلون مخلوقه؟ الله عز وجل مخلق الانسان اول ما يجي عمره خلينا نقول اسبوع يوم ما يعرف شنو النوزيا وكذا، بس التست والسمال سنسيشن الله عز وجل خلق بالتوكسيك سبستانس لها طعم خاص وريحه خاصه. اوكي، طعم وريحه خاصه. فالطفل من ياكلها هاي بالديفلوبمنت مالتك زين، طعم غريب او ريحه غريبه، يصير شعور لعبان نفس عندك من عندها. فهو عندك اكسبيرينس تصير انه هذا الشيء ده يضرك، واضح الفكره؟ وطبعا هذا شلون اللغه، شلون تعلم اللغه بالضبط نفس الشيء، انه انا اتعلم انه هاي المواد تضرني، هاي المواد طعمها مثلا طيب حلو او بيش حامض قليل، يعني مو حامض كلش. اما المر سبحان الله دائما الشيء المر دائما هو نوكيجيس، ضار، فشي ضار لنا. اوكي، فهي النوزيا خلينا نقول acquired experience. اوكي، تتعلمها انت بس باللاوعي باللا شعور. اوكي، شلون اللغه لما تصير طفل انت تبلش تحكي، انت كبرت لقيت نفسك تحكي. اوكي، ما تتذكر شلون تعلمت شلون تحكي، يعني نفس الشيء نفس الفكره. اوكي، طيب بالعاده النوزيا accompany but not necessarily، يعني هي precede vomiting بس مو دائما. بعض الاحيان انه اكو certain disease او drug بالاحرى تشتغل على راح ناخذهم السنترز مال النوزيا والفوميتنج. اوكي، بس ما تسوي لك فوميتنج، يبقى المريض بس شعور نوزيا وذوت فوميتنج. اوكي، هي مو ببساطه انه اكيد الشيء اذا كان بسيط يسوي لي نوزيا، اذا زيد الستيمولس اوف نوزيا راح يصير فوميتنج. يس ات از ترو بات نوت اولويز. اوكي، يعني مو دائما. طبعا النوزيا هي يعني شعور النوزيا وحتى الفوميتنج، اوكي، هو اندر انفولنتري كنترول. اوكي، فبالذات باراسمباثيتك يعني فيجاس نيرف. اوكي، لانه انت الباراستالتيك اكتيفيتي اوف ذا جي اي تي تراكت اندر باراسمباثيتك كنترول، بالذات الفيجال الفيجاس نيرف. اوكي، فويها اسوشيت السبتم. اوكي، كولد سويت، بالور، ساليفريشن، شوف انكريز parasympathetic active، طبعا sympathetic and parasympathetic يعني autonomic control. okay، noticeable disinterest in the surrounding, loss of gastric tone with reflux of intestinal contact into the stomach، بقى صار anti peristaltic activity، هاي ويا النوزيا. okay، drug induced emesis، هذا كلش مهم يعني خاصة بالmodern medicine لأن هواي ناس تأخذ هواي drugs. okay، مثل عندنا الانتي كانسر كيموثيرابي الكيماوي. اوكي، يسوي لك شعور النوزيا، كان بي كنترول باي انتي ايميتيك دراج. اوكي، بات كشعور فوميتنج، بات النوزيا ريمين ا فيري سيجنيفيكنت كلينيكال بروبلم، ممكن ما يقدرون يسيطرون على شعور النوزيا. هذا شو وضح لنا ليش تحكوا هاي الحكايه؟ يريد يقول لك انه الميكانيزم اوف فيلينج اوف نوزيا مي بي ديفرنت فروم ذات اوف فوميتنج، يعني ممكن تعطي ادراك للمريض انه ما تخليه يزوع بس يبقى المريض يحس انه نفسه لعبانه شعور نوزيا. اوكي، وقلنا الهدف مالتها البيربس اوف نوزيا هو انك تتعلم انك هذا الشيء يضرك ما تاخذه، حتى الادويه بالمناسبه لما تسوي لك نوزيا فوميتنج الادويه از كيميكال سبستانس مو فد شيء يعني فود. اوكي، ف حتى لما نحس نوزيا وفوميتنج من المديسين this mean that this medicine is harmful بالحقيقه. اوكي،
اوكي، احنا قلنا النوز اوف فوميتنج هو بروتكتيف ميكانيزم، they save us. طبعا they can save our life from food poisoning، يعني اللي يبقى بروبلم على كل مستوى العالم. قلت لكم بالعراق احنا عندنا يعني very common، يعني والفيرال جاسترايتس اللي هي بايام الشتاء بالاطفال اكثر شيء يعني. اوكي، وهواي عندنا انضافت لها بالجديد الدراجز اللي جاي ناخذها. شوفوا هسه انتم بالامتحان الفارماكولوجي، اتذكر بايام الكليه لما يقول لك السايد افكت اوف اني دراج، اوكي ميديسين، راح يقول لك without، يعني لا تقول لي جي اي تي سايد افكت، لان كل الميديسين اللي ناخذها كلها كان كوز جي اي تي سايد افكت. فحتى ما يصير الطالب يعني يكتب براحته نوزيا وفوميتنج، وطبعا اكيد كلها صحيحه، لان بالنهايه كيميكال سبستانس ممكن تسوي لي نوزيا وفوميتنج. اوكي، a lot of surgical procedure, a lot of anesthetic drug تسوي لك nausea or sometime vomiting, okay? motion sickness وجماعته. pregnancy, okay? ال pregnancy يعني ال nausea vomiting is a very common يعني خلينا نقول symptom راح اشوفها بحياتكم. تمام، شلون يصير النوزل فومتنج؟ يعني اكو سنتر يسيطر عليهم لو هم هيك شيء. يس، الفومتنج سنتر اللي هم تو برين ريجنز، اوكي؟ وحده نسميها الفومتنج سنتر اللي هو بارت اوف النيوكليوس سوليتاريوس، اوكي؟ او النيوكليوس اوف تراكتر سوليتاريوس، موجود بالبرين ستيم اذا تذكرون بصف ثاني، اوكي؟ والثانيه اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون، دول الثلاثه موجودين بالبرين ستيم within the floor of the fourth ventricle، اوكي؟ بالفلور اوف ذا فورث فنتركل. يسموها المنطقه اريا بوست رمة، اريا بوست رمة. الفوميتنج سنتر within the substance of the brain. الكيمو ريسبتور تريجر زون موجوده within the floor، يعني قريبه على السي اس اف، اوكي؟ فهي الكيمو ريسبتر تريجر زون تشتغل از سنسر فور اني توكسيك سبستانس بريزنت ان ذا بلاد، اوكي؟ مو بس قد تكون توكسيك سبستانس، قد تكون سيرتن هرمون، سيرتن انفلاماتوري ميدياترز كان كوز نوزيا اور فومتنج. الدرج اللي تاخذها شلون نسوي لك يعني شعور نوزيا وومتنج؟ ممكن على ستومك، يس يو ار رايت، بس ممكن تشتغل على الكيمو ريسبتر تريجر زون، انه اكو توكسيك سبستانس جاي يعني بالضبط الكيمو ريسبتر تريجر زون، فالشيء ده يقول للبدي انه اكو شيء ده يدخل للجسم ضار، فيلا وقفوا الاكل والشرب، لا تخلوا شيء يدخل للمعده. واضح الفكره؟ هيك تقريبا هيك معناته، بس هذا يقول للمن؟ يقول للفومتنج سنتر اللي موجود وذن ذا برين ستيم. اوكي، ودائما انا اقول انه حتى اذكركم، يعني اذا واحد سالكم شنو الهاير سنتر فور موتور اكتيفيتي، راح تقولوا له بري سنترال جايروس، اوكي، بالسربرال كورتكس. شنو الهاير سنتر فور سنسري سنسيشن، اوكي، البوست سنترال جايروس، او بالعكس يمكن بالسربرال كورتكس. بالنهايه السنتر فور سبيتش وكذا، راح تقولوا له الاريا الموجوده بالتمبرال لوب، اوكي، ذول معروفات. لكن لو حسالكم شنو الهاير سنتر فور سمباثيتك اند باراسمباثيتك اكتيفيتي، الجواب راح يكون اللي هم ارتكولار فورميشن اند الهايبوثالاموس، يعني برين ستيم. اوكي، برين ستيم شنو قصدي من كلامي؟ لما اقول هاي الفوميتنج سنتر، الكارديك سنتر، الريسبيرتوري سنترز، اوكي، موجودين بالبرين ستيم، ومن ضمنهم ذول الفوميتنج سنتر، اوكي، ذول ويا ريتيكولار فورميشن ويا نيوكليوس اوف تراكتس سوليتاريوس، ذول هم ترى الهاير سنتر مال الفيجاس نيرف، مال السمباثيتك اكتيفيتي، الباراسمباثيتك اكتيفيتي، اوكي؟ وعن طريق الهايبوثالاموس طبعا يتصلون بالبيتوتري جلاند، يعطون الهرمونز. ذاتس واي هيومن بينج يعني عباره عن فد اناتومي او يعني كلش معقد. اللي يهمنا موضوعنا اليوم انه الفوميتنج سنتر والكيمو ريسبتور تريجر زون. اوكي، نجي على الفوميتنج سنتر، شنو الانبوت مالته؟ قلنا وحده من عندهم اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي موجوده كلش قريبه عليه within the floor of the fourth ventricle، يعني
افتهمناها. other input to the vomiting center. أهم واحد بيهم يمكن اللي هو الموست كومن لكم حتى كلينيكلي اللي هو الجي اي تي تراكت، الجهاز الهضمي عن طريق الفيجاس نيرف. اوكي، حتى الفوميتنج سنتر يعتبر يعني شو نقول هو يعني ون اوف ذا سنترال نيوكلياي فور ذا فيجاس نيرف. اوكي، فالجي اي تي تراكت الانبوت الاخر الكيمو ريسبتور تريجر زون، تمام. الاخر الفيستيبولار اباراتس كلش مهمه كانبوت to the vomiting center. يعني خلينا نرجع شويه، اذا قلنا جي اي تي تراكت يعطيني انبوت تو ذا vomiting center، يعني اذا something disease in the جي اي تي تراكت، gastritis، اوكي، pharyngitis، enteritis، acute appendicitis، acute cholecystitis، لا تنسون المايوكاردال انفاركشن، الجلطه مال القلب، يعني لان بالنهايه الهارت از سبلايد باي ذا فيجاس نيرف. اوكي، فسترونج فيجال ستيميليشن كان كوز فوميتنج، نقطه على السطر. ولهذا الجلطه مال القلب ممكن تسوي لك فوميتنج. اوكي، وحتى ذول المرات الخطيه الاولد ايج جروب، المرضى الكبار بالعمر اللي عندهم وخاصة الدايابتيك اللي عنده نيوروباثي، اوكي، ما يحس بالوجع لان عنده نيوروباثي، يجيك بس فوميتنج ويطلع بعدين بالنهايه عنده ام اي. ومعظم الناس يعالجوه انه عنده مثلا، يقول لك هذا الرجال ايش بيدان جاي يزوع مره مرتين ثلاثه، يجوز يعني ما كله اكله مسمم كذا، التهاب فيروسي. لا، انت دائما يعني خلي كل الليست ببالك، اوكي، حتى تعالج صح. فلما نقول على ذول الانبوت احنا نحكي بالحقيقه على الكوزز، يعني اوكي، فجي اي تي تراكت كوز وكوز مهم اللي هو الانتستال اوبستراكشن. فلازم نخلي ببالنا انه مايوكاردال انفاكشن، اكيوت ابدومن ان جنرال، اوكي، انتستال اوبستراكشن، اوكي. وطبعا يبقى ذا موست كومن احنا قلنا الفايرال جاسترايتس، اوكي، والتوكسينز، اوكي، بس لازم نخلي ذول ببالنا همين. لما نحكي على الكيمو ريسبتور تريجر زون، اوكي، كانبوت ممكن واحد يقول المديكيشن جاي ناخذها كلها هاو تو كوز نوزيا اند فوميتنج بايت اكشن اون ذا كيمو ريسبتور تريجر زون. اوكي، الفيستيبولار سيستم، الموشن سيكنس، هذا دوار البحر، الواحد لما يصعب سياره، ذول اللي عندهم يصعب سياره يقوم يزوع عن طريق الفيستيبولار سيستم، اوكي، اللي كنترول البالانس مالتنا. ولهذا التهابات الاذن الداخليه بالاحرى مو الوسطى، الوسطى اذا اثرت على الداخليه تسوي لي دوار شعور دوخه، يعني انت دايخ ويجيك وياه شعور فوميتنج او نوزيو فوميتنج. اوكي، السيربرال كورتكس هم تعطي انبوت للفوميتنج سنتر. يعني شنو؟ يعني مريض اذا عنده برين تيومر كان هاف فوميتنج، يس. مريض اذا عنده هدك، يعني جماعه الميجرين، اوكي، يعني صداع كلش قوي، ممكن يجيك على شكل فوميتنج، اوكي، يصير ويا فوميتنج. يعني برين تيومر، اوكي، مننجايتس، التهاب السحايا، يجيك فوميتنج، اوكي، يعني صعد فيفر هدك زائد فوميتنج. اوكي، فذول الانبوت كلش مهمين ولهم علاقه بالكوزز. وعلى هذا الاساس باعوا، يعني لانه الفيستيبولار سيستم، السيربرال كورتكس، الجي اي تي كلها، اوكي، الكيمو ريسبتور تريجر زون، يعني اي شيء موجود بالبلد توكسيك سبستانس ممكن يسوي لي فوميتنج. اوكي، فالكوزز كلش هواي اللي ممكن تعطيني شعور نوزيا عن فوميتنج. نجي على الترانسميترز، اوكي، اهم يعني الاسيتيل كولين، لانه عندنا احنا جي اي تي تراكت، اوكي، عندنا الدوبامين موجود بالسنترال نيرفس سيستم، اوكي، عندنا الهيستامين، عندنا السبستانس بي او نيوروكينين، وحتى الجابا، الجاما امينو بيوتريك اسيد، يعني ريسبتر، اوكي، عندنا السيروتونين، مهم كلش مهم بال كترانسميتر فور فوميتنج. طيب تمام، يعني اذا اسيتيل كولين ودوبامين وهيستامين وسيروتونين، يعني اي دراج عنده كولينرجيك اكتيفيتي، دوبامينرجيك اكتيفيتي، هيستامين اكتيفيتي، وكلهم ذولا ممكن يسوون لي شعور نوزيو فوميتنج. ولهذا بناك بالفارماكولوجي يقول لك اكتب سايد افكت ما عدا جي اي تي سايد افكت، لانه هواي دراجات عندها هيك سايد اكتيفيتي. يعني وحتى لما ناخذ المانجمنت اوف نوزيو اند فوميتنج، صح،
تريت اند سيرش فور ذا اندرلاين كوز، طبعا هاي براس السطر اوكي، بس كفومتنج وشلون تعالجه، نجي بالنهايه الدرجات مالته لو تشتغل انتي كولينرجيك، لو انتي دوبامينرجيك، لو انتي هيستامين، لو تشتغل على السيروتونين، هم ذولا الدرجات مالتنا. اكو اوبيود ريسبتر موجوده مي بي انفولف ذا ميكانيزم اوف نوزيا اند فومتنج، وتعطينك واي الاوبيود ممكن يصير نوزيا اند فومتنج. اوكي طبعا قلنا الفومتنج از ان امبورتنت سيبتوم اوف جي اي تي اوبستراكشن، يعني واحد عنده انتستال اوبستراكشن السداد بالامعاء، خلوا ببالكم يعني مو مريض يجيك عنده بطنه توجعه ويزوع قلت هاي بالجاسترايتس، خلي ببالك انتستال اوبستراكشن دائما. تمام هاي الميكانيزم هواي استعدت عليها لانه هي بالنهايه راح تدخلك على الكوزز وتدخلك على المانجمنت نفسها. اوكي فعندنا بدي اشوف هنا انا اذا طلع البوينتر سوري. اوكي الفومتنج سنتر يجي انبوت فروم ذا، خلينا نبلش فروم جي اي تي قلنا اهم شيء عن طريق الفيجاس نيرف اوكي والترانسميتر اللي هم ال 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 طبعا كولينرجيك اكتيفيتي، بس انا كاتب الفايف هيدروكسي تريبتامين اللي هو سيروتونين. اوكي الانتاجونست مالتهم كود تريت ذيس كونديشن. طبعا احنا قلنا انتي باراسيتيك اكتيفيتي ممكن بالمانجمنت احط البروكاينتيك هنا أنا. اوكي عن طريق الانبوت الاخر المهم عن طريق الكيمو ريسبتر تريجر زون على الفومتنج سنتر. اوكي واحد ياخذ كيموثيرابي، انستيك دراج، بلع ماده ضاره، كذا. هاي طبعا الكيومرز موجوده بالفلور اوف ذا فورث فينتركل، والفومتنج سنتر بالبرين ستيم يعني كلش قريب عليها، فهم انتر كونكتد. الريسبتر هنا اللي هم بس طلع البوينتر سوري اللي هم الهيستامين، الموسكارينيك ريسبتر، الدوبامين، هواي ريسبتر بالهاير سنتر. اوكي زين الهاير كورتكس اللي يعني السيربال كورتكس هاف انبوت تو ذا فومتنج سنتر. واحد عنده برين تيومر، بنجايتس، هذه تروما، واحد يضرب على راس برين كونكشن يعني هاي نسميه احنا ارتجاج الدماغ، يقوم يزوع يعني ضربه بسيطه على راسه ممكن يقوم يصير عنده فومتنج. اوكي طبعا هنا منطقه الدراج ذات بلوك اللي تفيدك بالمانجمنت. اوكي الانر اير اللابرنث اوكي لابرنثايتس، مينير ديزيز، البنان بوزيشنال فيرتايجو، كلهم ممكن يسوي لي بلس فيرتايجو غير انه يسوي لي دوار ممكن يسوي لي فومتنج. اوكي طبعا هذا ميديتد باي هيستامينك ريسبتر وموسكارينيك ريسبتر، فنعطي انتي هيستامين الموجود عندنا مثلا عندنا استوجيرون مثلا عندنا او عندنا البيتا سيرك كميديكيشن تفيدنا بالليبرثاين كوز اوف نوزيا اند فومتنج. طبعا تعالج النوزيا وتعالج يعني هي الليبرثاين سيداتيف فتوقف لي الانبوت من هنا فبالتالي يروح شعور النزول فومتنج. طبعا اذا اجت هاي الانبوت للفومتنج سنتر راح يصير عندي فومتنج ريفلكس. نجي طبعا هذا نفس المخطط اللي بالجهه اليسرى نفسه بالجهه اليمنى نفس الفكره يعني. هنا ريفلكس اوف فومتنج اوكي يبلش نوزيا ثري فيسز نوزيا رشنج وفومتنج. نوزيا قلنا عليها unpleasant sensation that immediately precedes vomiting rushing following nausea. يعني تحس انت عضلات بطنك تتقلص مرات وحدها، تقدر هي تتقلص وحدها بس انت تقدر توقفها يعني زين. بعدين ده يصير contraction of diaphragm بالموضوع حمين قلنا vagus بالنسبة هو الافرنت الفيغس اذا جاءت اذا جاءت causes والافرنت هم الفيغس. اوكي وبعدين يبلش الاكشن اوف vomiting the act of vomiting powerful sustained contraction of abdominal and chest wall musculature accompanied by descent of diaphragm opening of gastric cardia وياها طبعا اذا ما مكتوبه هنا anti peristaltic movement of the GIT tract. النت ريزلت هو rapid and forceful evacuation of stomach content to the mouth and to the outside. okay it is a reflex activity not under voluntary control. خلص بعد ما يقدر يسيطر على روحه. تمام هنا انا بدي احكي على الموتور اوتبوت يعني شلون ده يصير الاكشن اوف فوميتنج. اوكي بي سوماتيك نيورون وبي فيجل افرنت يعني السوماتيك على التشست اند ابدومينال مسل والدايفرام
اوكي سكريتال مسل يعني، والفيجل افرنت ذولا الاسفاجس ستومك سمول انتستن يصير ريتروجريد بيرستالتيك كونتراكشن. اوكي وقلنا هنا تشتغل بروكاينتيك بهالمنطقه، اوكي وانت امتك تشتغل على شعور النوزيا قبل لا يصير فوميتنج. اوكي تمام. طبعا لما تحفز الفيجاس نيرف بالمناسبه يعني وصار سترونج فيجل ستيميليشن راح يصير عندي يعني تاكيكارديا، راح يصير عندي سواتينج، راح يصير عندي بالور، راح يصير عندي كري سيلفر سكريشن. اوكي حتى السفينكتر يعني يصير بدر اند انس يصير كونتراكشن يعني. فهاي كلها الريفلكس اوف فوميتنج. اوكي تمام. نجي احنا كاطباء، احنا بالنهايه يجينا مريض عنده فوميتنج اوكي او نوزيا، يعني هاو تو مانج هيم كتريتمنت مو كمانجمنت. كتريتمنت اوكي ممكن انطيه قلنا بروكاينتيك اذا هو ده يزوع نمنع الانتي باراسيتيك اكتيفيتي، واذا عنده بس شعور نوزيا اوكي ممكن نعطيه انتي ايماتيك دراج. طيب بس احنا بالنهايه احنا قلنا النوزيا اند فوميتنج از ا سيبتوم مو ديزيز، لازم نعرف شو اللي سواها. We have to know the cause of nausea and vomiting and manage the underlying cause. اوكي هاي كلش مهمه. وقلنا يعني لو نعدد لسته جي اي تي intracranial causes، اذا نحكي نجي على ذول هنا نشتغل جي اي تي كيمو ريسبتر فيستيبولر سيستم احط الكوز مالته inside the brain وحط الكوز يعني الهدك او الكوزز مال الهدك اللي ممكن يسوي لي شعور نوزيا اند اور فوميتنج، احط البرين تيومر واحط المننجاتس والانكفالايتس والميجرين والساينوسايتس وحتى يعني جي اي تي تراكت حطها كلها هي والتيومر والانفكشن وكلها سوينا فد لسته غريبه عجيبه يعني كلش طويله تصير اللسته مالتي. فلازم انا بالنهايه ابوبها اسوي ابروتش. اوكي هو هنا راح تلاقون الكتب تختلف من كتاب لكتاب، هواي اكو ابروتشات هاو تو ابروتش نوزيا اند فوميتنج. قسم يقسموها حسب الايج، قسم يقسموها حسب الباثوفيزيولوجي، قسم يقسموها حسب وات از كومن يعني من الكومن احكي بيه وبعدين على الرير. اذا والكمان طبعا يختلف من البيدياتريك الى الادلت. اوكي اذا يجيك طبيب الجراحه يعطيك الابروش مال فوميتنج يختلف عن طبيب الباطنيه، الباطنيه يعطيك اياه يختلف عن طبيب النيورولوجي، النيورولوجي هو ما يحطك الكوز انترا كرينال كوزز على بالك انت هي اهم شيء يعني. زين يجي ابو الاطفال يعطيك لان هواي كلش هواي كوزز. اوكي فراح تلاقون ماني كلاسيفيكيشن بالتكست بوك بالانترنت كل واحد يعطي شكل. اوكي بس هم ذولا I can classify them according to the pathophysiology، يعني ارجع اقول شنو ياثر على الجي اي تي تراكت وشنو اللي ياثر على الكيموسبتر جرزون وشنو على الفيستبل اباراتس وشنو على السبرا كورتكس. بس همين هوايه بقن هواي احنا دائما انا دائما ادرس الطلاب طريقه انه دائما اقسم الكوزز الى كونجوتر واكوايرد، لان هاي تنطبق على كل السبتم وين ما كان. Congenital causes, acquired cause. Acquired infection, tumor, autoimmune, vascular trauma. هاي طبعا بتكم يعني تذكرون يعني حاشين بيها. ممكن ادخل بهالابروتش احط واحد يجيني vomiting. Congenital يعني عمره 40 سنه وعنده congenital cause of vomiting unlikely. بس طفل ممكن pyloric stenosis, duodenal atresia, esophageal atresia مسويت له vomiting. Yes بالاطفال موجود هذا الكوز. اوكي اكوايرد انفكشن او فايرال وبكتيريال هم ذا موست كومن كوز. اوكي زين تيومر وذر تيومر ان جي طبعا انفكشن احط له الابنديسايتس الكوليسيستايتس الكذا تيومر برين تيومر عند مريض جي اي تي تيومر مسوي له انتستال اوبستراكشن اوتو امين ديزيز ممكن احط المينير بالنسبه لي يعني كاوتو امين ديزيز وهكذا فاسكولار ام اي ميجرين يعني. بس هنا هذا ما يخص الاورجن الابروتش مالتي. اوكي يعني جنرال ابروتش still a huge number of cause. ها طبعا من لما احط هذا الكونجوت اكوارد انا على اساس محدد الاورجن يعني مثلا اير بروبلم جات بروبلم لو مثلا عندي خلينا نقول برين بروبلم حتى احدد الكوز. زين بالنسبه للكيمر كان بي افكت باي بلود بور ميتابولايت. اوكي هاي
لايك امونيا ان ليفر فيلر، انكريز يوريا رينال فيلر، سم انفلاماتوري ميدياتر. الكيمورسبترازون هي اللي يعني هي الريسبتر ذات كوز نوزيا ان ذيس. واحد عنده يوريميا ليش يزوع؟ هو عن طريق الافكت اوف يوريا او توكسيك ميتابولايت الموجوده بالبادي على الكيمورسبتر زون. سم انفلاماتوري ميدياترز اوكي ذاتس واي سم بيشنت نسميها احنا بارنترال فوميتنج، يعني واحد عنده مثلا فرنجايتس صار عنده فوميتنج اوكي. ممكن عن طريق الفيجاس نيرف ستيميليشن، بس ممكن عن طريق الانفلاماتوري ميدياتر اكتنج اون ذا كيمورسبتر تريجر زون. اوكي تمام. نيجي كلاسيفيكيشن اخر يقسموها حسب الموست كومن. اوكي قسموا برايمري يعني نوزيا فوميتنج يعني فروم ذا جي اي تي النص، السكندري اوسايد الجي اي تي. حلو هذا اسهل علينا. واحد يجي عنده نوزيا فوميتنج انا افكر المشكله انه عنده بالسومك مبدئيا بالاسفاجس بالسمول انتستين، ممكن افكر لارج انتستين بشكل قليل يعني اوكي. واذا ما لقيت بهاي الحاله عنده يكون ابدومينال كوليك، عنده نوزيا فوميتنج، ممكن يكون عنده دايريا او كونستيبيشن زين حسب يعني حسب الكوز. سكندري اذر ذان جي اي تي انترا كرانيال فيستيبولار افكشن اوف كيمور يعني وريميا، مريض عنده رينال فيلر عنده ليفر فيلر اوكي. ف هذا كلاسيفيكيشن هذا تقريبا كلينيكلي بحياتكم العمليه راح تشوفوه ذا موست فيزبل. هذا يعني اسهل واحد لما واحد يجيني يزوع عنده نوزيا يعني نفس الاعبانه قبل افكر انه ممكن هذا جي اي تو بروبلم وخلص الجي اي تي مطلع الكوز افكر بالبقيه افكر بس تقدر عنده موشن سيكنس عنده مثلا تراكرين بروبلم وهكذا. ناس يقسموا حسب الدوريشن، الدوريشن يفيدنا وين بالمانجمنت؟ يعني اقل من 1 ويك دائما نفكر انه هذا اكيوت بروبلم يعني انفكشن الموست كومن طبعا زين يعني غاسترايتس هيباتايتس انترايتس اوكي فرنجايتس تونسيلايتس حتى مرات اليو تي اي بالاطفال يسوي لك بارنترال فوميتنج يكون الطفل عنده اوتايتس ميديا ممكن يقوم يزوع اوكي لانه قلنا عن طريق يا الكيمورسبتر تريجر زون او عن طريق الانفلاماتوري ميدياتور تشتغل او عن طريق الفيجاس نيرف اذا جي اي تي كوزز. اكيوت اكيوت بالمانجمنت يعني ممكن مريض تعطي اي في فلويد الكترات تصلح. كرونيك لا يعني كرونيك مشكله يعني تخيل واحد يزوع اكثر من اكيوت اقل من اسبوع كرونيك مور ذان 1 مانث اوكي. الفتره اللي بيناتهم دائما راح تلاقون كلاسيفيكيشن بالطب اكيوت تعطيك اياه مثلا بالانفكشن 4 اسابيع كرونيك اكثر من 3 اشهر. طب هاي المنطقه البنص شنو عايل فيها؟ احنا نسميها سب اكيوت يعني بس هي معناها بالفيزيولوجي انه هذا المريض نقاهه دي يتعافى من الاكيوت اذا كان هو اكيوت اوريدي اور دي يصير كرونيك بطريقه دي يصير كرونيك اوكي. الكرونيك فوميتنج مشكله اوكي. اذا جي اي تي تراكت ممكن يكون بارشل اوبستراكشن اوكي. ممكن من عنده كرونيك هيدك. اكثر شيء تشوفوا كرونيك فوميتنج البريجننسي الهايبر اميسيز جرافيدارم اوكي. فانكشنال بروبلم مريض ياخذ ضل ياخذون كيموثيرابي اذا ياخذ اون ديلي بيزز اوكي ممكن يصير لك كرونيك فوميتنج. كلاسيفيكيشن اخر اكوردنج تو ذا ايج لما نجي على الاطفال نحط كونجنتال واكوايرد والاكوايرد اكثر شيء انفكشن عند الاطفال نقطه على السطر اوكي زين او بالع على شيء يعني او فورن بودي يعني. بالادالت لا نحط الجي اي تي ممكن فود بويزنينج ونحط ببالنا يعني تيومر او انتصار ابستراكشن اوكي ونحط النن جي اي تي تراكت بليز دو نوت فورجيت ات يعني لا تموتونا تشمل بالطوارئ. خلوا بالكم الام اي خلوا بالكم من انجايتس خلوا بالكم برين تيومر اوكي يعني بدايه يوريميا المريض ما حاس على روحه عنده رينال فيلر وبدا يزوع ما يدري ليش يعني اوكي. بالادلت بليز فكروا انه جي اي تي ان نون جي اي تي كوزز اوف نوزيا فوميتنج. اكو ناس يقسموا حسب النيتشر اوف فوميتس بروجكتايل هذا يعني قوه يطلع فورس يعني يقول لك دكتور زوع بس يعني على مسافه يطلع اوكي. هذا يصير وين بحالتين انكريز انتاكرين بريشر يعني واحد عنده برين تيومر عنده مننجايتس عنده كذا وبالبايلوريك ستينوسيس اوكي.
نون بروجكتال اللي هو الفوميتنج العادي مالتنا، اوكي؟ حسب الكواليتي مالته، اوكي؟ بيليس يعني بي بايل، اوكي؟ اولويز باثولوجيكال يعني لانه يرجع البايل للستومك، اوكي؟ ف ويصير بالبرولونج فوميتنج، ممكن بيليس فوميتنج، يعني واحد يزوم مرتين ثلاثه اربعه خذا كذا. بلادي يعني رد كلر او كوف جراوند، اوكي؟ يعني ابر جي اي تي بليدنج، اوكي؟ اور ماسيف لور جي اي تي بليدنج، اوكي؟ بالعاده ابر جي اي تي بليدنج. وكلش مهمه يعني احنا يجونا بالاي ان تي مريض عنده ابيستاكسز يعني دايز في الخشمه يبلع البلاد ويزوع مره ثانيه، فممكن يجوك هيك حالات، اوكي؟ نن بلادي نن بيليس، اوكي؟ هذا العادي جرين اور يلوش with remnant of previous digested food. Okay, هذا هو الموست كومن تايب اوف فوميتنج. ما بي بلاد، ما بي بايل، هذا الفوميتنج العادي يعني الجاستريك اسيد زائدا الاكل الموجود مالتنا اللي هو السيمي دايجستد فود. اوكي، صار فوميتنج، ايش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا مشكله ديهايدريشن، اوكي؟ يعني يمكن اهم خطوه بالمانجمنت مال الفومتنج خاصه بالاطفال انه كوركت ديهايدريشن، اوكي؟ ريهايدريت ذا بيشنت. بعد هايبوكاليميا، اوكي؟ ممكن يصير عندي ميتابوليك اسيدوسيس. لا، هو يصير الكالوسيس المفروض، ميتابوليك الكالوسيس، بس اذا صار لوس اوف هاي فيري رير يعني او تو فورجيت ات، اوكي؟ سم تايم ان فورسبل فوميتنج، فورسبل فوميتنج يصير تير ان ذا لور اسفاجس نسميه مالر ويز سيندروم، اوكي؟ ويصير عند يعني شلون تتميزه عن واحد عنده جي اي تي يعني مثلا جاستريك تيومر صار بي بليدنج، ذاك اول ما يزوي يطلع بلاد، اوكي؟ هذا الملري لا يقول لك دكتور اني زوعت 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 كل شويه يعني فورسبل فوميتنج وبالاخير طلع دم فريش ريد، اوكي؟ هذا معناته صار تير باللور اسفاجس. اهم كونسيكونس اوف فوميتنج اللي هو الديهايدريشن، اوكي؟ والميتابوليك يعني لوس اوف اسيد اللي هو الهيدروكلوريك اسيد، اوكي؟ هايبوكاليميا يصير بالفوميتنج؟ يس، هايبوكاليميا هاي الديفينيشن مالتها، اوكي؟ ويقول لك الضو انه الجاستريك كونتنت ار لو ان كلورايد بوتاسيوم كونستليشن، اوكي؟ لكن اللوس اوف جاستريك اسيد انديوس ميتابوليك الكولوسيس، يعني هاي بلازما بايكربونات ليفل، بالكدني اكسكريشن اوف بايكربونيت يطلع وياه البوتاسيوم، فصار عندي ديهايدريشن، صار عندي ميتابوليك الكولوسيس، هايبوكاليميا. ذول الكونسيكونسز اوف فوميتنج، اوكي؟ يو هاف تو كوركت ذم. السبتم تتبع السيفيريتي اوف ديهايدريشن، يعني المريض يجيك طبعا ها كونسيكونسز مال فوميتنج، عنده فوميتنج وياها سبتم حطوا لها يعني vomiting symptom of underlying cause، مثلا بأذنه يصير عنده دوار، بقلبه عنده chest pain زائد vomiting، اوكي؟ زائد sweating and pallor، زائد تفحص المريض انت تلاقي عنده symptom of dehydration، dry cracked lip in children، dark color urine، وهاي البقيه ما شنو ما كلها مال dehydration راح تاخذوها بالاطفال، sunken eye المريض لانه ديهايدريتد، فلويد لوس، الكترات لوس، راح يصير عنده تحسه تعبان ما بيحل يقوم، لوس اوف انرجي، اوكي؟ رينكل سكين. اذا طبعا استمر الديهايدريشن بالمناسبه، وهذا ما يسمى بضربه الشمس، ترى ضربه الشمس مو معناته ان المريض يعني واقف بس بالشمس، لا، ده يصير عنده ما دحش على الفوميتنج، دحش على السواتينج، اكسسيف سواتينج، سواتينج سواتينج، راح يصير عنده ميد كونفيوجن بالاخير من الهايبوتنشن يعني. طبعا الفوميتنج راح يصير لك يعني هايبوفوليميا بالنهايه يعني، اوكي؟ هايبوفوليميا، وهاي السبتم تعرفوها انتم ماخذينها بالهايبوفوليميك شوك وكذا، رابد هارت بيت، رابد بريثنج، شوك وهكذا.
وبالادلت نفس الفكره، اوكي؟ نفس الكونسيكونسز. لا تنسون شغلات، الفومتنج از سيمبتوم اوف ا ديزيز نوت ديزيز باي ات سيلف، اوكي؟ although the GIT tract is the most common cause of vomiting, GIT causes خاصه الانفكشن والتوكسين، but do not overlook intestinal obstruction and acute abdomen. Okay, do not overlook mesenteric ischemia, do not overlook myocardial infarction, do not overlook hepatic and renal problem, renal failure, do not overlook DKA or diabetic ketoacidosis بالأطفال. Okay, and do not overlook intracranial pathology. ذول القواعد خلوها ببالكم when you are managing a patient with no vomiting يعني. Do not overlook these causes فراح تكونون سيف دكتور، اوكي؟ طيب كمانجمنت، اوكي؟ طبعا روح للاندرلاين كوز، مثلا واحد عنده فايرال جاسترايتس ايش راح تعطيه؟ يعني هو فايرال جاسترايتس، هو الفيروس ما له اي شيء، او بكتيريال توكسين، توكسين اللي هو اثر مو شرط البكتيريا نفسها، اوكي؟ بالنهايه تصفي عندك انه اوكي فايرال جاسترايتس انا اتعامل وياها، المريض عنده فومتنج صار عنده ديهايدريشن، بس ريهايدريشن وكان الله يحب المحسنين يعني بس، اوكي؟ فالفكره تريت ريهايدريت ذا بيشنت وكوركت الكتريت ابنورماليتي، اوكي؟ جزاك الله خير، اوكي؟ طيب المريض ممكن انطي ميديكيشن تخف عن النوز وفومتنج؟ يس، احنا قلنا بروكاينتيك انتي ايماتيك، نقطه على السطر، بروكاينتيك اللي هم يعاكسون الانتي بيرستالتيك ايفنت اللي صارت ديو تو ذا اكشن اوف فومتنج، اوكي؟ يصلحوها اللي هم تكلوبرامايد والدوبوريدون. والانتي ايماتيك دراج يمكن انا قلت للدكتور سلمى اعطيكم اياها، اوكي؟ اللي هم فاميليز اذا تريدون تسوون محاضره ما عنده مشكله، اوكي؟ اللي يشتغلون الانتي سيروتونين والانتي موسكلينيك ريسبتر الانتي ايماتيك دراج، اوكي؟ بس الانتي ايماتيك ما تفيدنا بال من عنده مثلا انتستينال اوبستراكشن، من عنده ها خلي بالكم ان شاء الله يا شباب، انتستينال اوبستراكشن انا ما انطي انتي ايماتيك، ما انطي يعني بروكاينتيك، من عنده انسداد بالامعاء مالته ما راح تفيدها الميديكيشن، اوكي؟ بس كاوت لاين هي هاي المانجمنت مال فومتنج، اهم شيء سيك فور ذا اندرلاين كوز، كوركت الديهايدريشن، اوكي؟ بعدين انطي سمثينج تو ستوب نوزي اند فومتنج اذا حبيت توقفها يعني، وبالعاده هي تلاقيها وقفه واحده. ثانك يو شباب. مؤمل وياي؟ وياك دكتور. والحل المحاضره هي شويه معقده وصعبه. اي واضحه دكتور، بس تقدر تنزل لنا اياها على لو هي هاي نفسها القديمه دكتور، يعني ما معدل عليها. هي عدلت وراح اعدل عليها من وزيكم اياها. ماشي ماشي، شكرا جزيلا. يلا موفقين ان شاء الله. من عنده سؤال؟ ماكو؟ الساعه 9 خاف اكو محاضره، ايش عندكم وراها مؤمل؟ المفروض باطنيه يا دكتور صهيب، بس اعتقد ما راح ياخذنا اليوم يعني لايف. ايش عجب؟ ما اعرف عندنا التزامات اعتقد.